فرط هذا الرجل اللي أمامنا في الصورة الكابتن محمود ناجي لينطلق اللقاء ما بين الزمالك والداخلية. بداية المباراة الزمالك يبحث عن الفوز، الداخلية يبحث أيضا عن تحسين نتائجه، ولازم يلمس كل كرة زيزو، لازم ينزل ويلمس كل كرة أحمد سيد زيزو. عمرو السيسي يمشي بيها عمرو من ناحيه اليمين ويلعب واحده بينيه، حمزه المسلوسي يتقدم خطر الكوره يلف واحده داخل منطقه الجزاء، شد لسامسون ياخدها سامسون خطره جدا ودربكه دربكه انما يبعدها دفاع الداخليه. الانتصار الوحيد اللي حققه الداخليه في الدوري لحد دلوقتي قدام بيراميدز. وادي واحده غلطه، اوعى الغلطه اوعى الغلطه، خطره جدا نجيب وسامسون، انما تفلت من سامسون تعدي من سامسون، اوعى الغلطه نجيب. زيزو وسط ثلاثه يرجع بيها لامام، امام يلمس لزيزو حلو قوي بوش رجله امام، يعدي زيزو ويفوت ويشوط ولكن بره بره بره، فوق فوق يا زيزو عالية فوق. اتلعبت عبد الشافي يلف واحده داخل منطقه الجزاء عاليه الناحيه الثانيه، يطلع رضا خطر حمزه، حمزه من على خط المرمى، لسه دربكه لسه دربكه يمسكها رضا السيد، كاد ان يسجل الزمالك من حمزه المثلوسي، بطن رجله يحطها انما برافو دفاع الداخليه. في الدقيقه 13 خرج رضا بالبوكس، ردت لحمزه على طول ببطن رجله، حمزه يحطها انما يطلع من على خط المرمى، اعتقد ده عبد النبي ده احمد الامور، طلع احمد برافو يا احمد برافو يا احمد، ينقذ مرضيه الكرات العرضيه. ادي واحده خطره جدا لمصلحه فريق الداخليه، اوه تسديده بعيده فوق 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 فوق، عدلها حلو قوي لنفسه مؤمن وشاط ولكن فوق يا مؤمن فوق. جماهير تحس لعيبه الداخليه اكتر من لعيبه الزمالك، لعيبه الداخليه في وسط ملعبهم اكتر من لعيبه الزمالك، ولما بيطلعوا قدامها ده احمد رشيد خدها، احمد رشيد خطيره من رشيد من ناحيه اليمين، انطلق وعدى وفات بيدور على اي مساحه، اوه سمير فكري عرضيه خطرت عدي خطرت عدي مؤمن عاطف خطره مؤمن ولكن برافو عواد، لسه الكره باتجاه المرمى مش معقول، محاولات مستمره ولكن رشيد 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 يلعب الكره خطوره الكره اللي فات، خدها رشيد وعدى من حسام عبد المجيد، وقف على الكره ودخل سمير فكري قال له استنى رشيد ولعب كره عرضيه، ارضيه خبر ابيض على الكوره، يا خبر ابيض على الكوره معديه مش معقول، لكن برافو عواد برافو عواد برافو عواد، واحمد رشيد عايز يحطها في اقصى المرمى هناك خطور. رشيد يستلم على حدود المنطقه وتروح الكوره ناحيه شمال سمير مؤمن عايز يلف واحده خطره جدا لكن عواد 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 شايفها صح، تنزل الكوره في وسط الملعب وتحضير من جانب عناصر الداخليه تروح لعبد الله ناحيه اليمين، عبد الله ماشي ومكمل بيفكر يلعب عرضيه يلعبها ومحدش قبله، رشيد عايز يلمس زي ماتش بيراميدز عايز يلمس على القمه مع الغريم التقليدي النادي الاهلي اللي عمل مباراته امام انبو فازبي. ترجع الكره مره ثانيه في العمق خطره جدا طويله خطره 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 جول خطره جول لسمير فكري ورايه وصفاره رايه وصفاره، سمير اتحرك من ورا رشيد والرايه تحمي الزمالك من الهدف. ادي الكره الطويله قدام حضراتكم في العمق وياخدها سمير ويحط على طول ببطن رجله لسه رايح جول جول جول، قلت لكم سمير جاي من الخلف، سمير فكري يتقدم للداخليه على حساب الزمالك، سمير فكري يحط الهدف الاول ويفتتح النتيجه لمصلحه الداخليه. اللي فاتت كان اداؤه مميز جدا احمد سيد عبد النبي، لعب العميقه لعب الكره الطويله، دخل سمير حطها بدون اي ازعاج لوحده تماما لوحده تماما، سمير فكري يسجل اول اهداف الداخليه في المباراه لتشتعل الدقائق القادمه. مشاهدينا الافاضل 1-0 1-0 غير النتيجه غير نتيجه فريق الداخليه، خطا دفاعي من نادي الزمالك من عبد الغني ومن حسام عبد المجيد، عبد الغني راح متاخر والكره فاتت على احمد رشيد اللي هو اصلا احمد كان متقدم ومتسلل، راحت لسمير فكري القادم من الخلف والقادمون من الخلف يا سمير عبد الشافي مشيها له وعبد الشافي مقفوله عليه لكن امام عاشور خلص الموقف بذكاء، وسامسون على حدود المنطقه يسند لزيزو اللي بيشوط واحده ولكن عاليه فوق عاليه فوق، اتحرك كويس قوي سامسون في الكره، امام وزيزو اشرف رؤى يسند على عمرو السيسي قدامه مساحة مكمل عمرو بيفكر يشوط من بعيد واحدة جامدة انما تعدي تعدي جنب القائم اليمين لرضا كل اللعبات من عنده خدها ودخل وبشماله بره يا زيزو بره يا زيزو، قلت لحضراتكم تسديد تسديد قد يكون احد الحلول المهمة اللي ممكن يتكلم فيها فيريرا
مع لاعبته. زيزو شط كان متأخر 1-0 في المباراة، أيضا أسوان قبل هدف وكان متأخر والتاني طبعا. وادي النهاردة 1-0 هم الداخلية، وادي كرة عالية ناحية التانية، زيزو يلمس بدماغه خطرة، يطلع رضا، يطلع رضا من أعلى نقطة ويمسك. الركنية الأولى للزمالك في الدقيقة 36 لربما تكون الكرة الثابتة هي أحد الحلول. الكرة العالية حسام بدماغه تنزل قدام سامسون، ولكن يطلع رضا، يطلع رضا رجع ورا رشيد و يردها وتروح مره تاني كليتشي، كليتشي يردها، سباق سرعه ما بين عمرو السيسي ورشيد، سباق سرعه ما بين عمرو ورشيد، خدها رشيد، خدها رشيد، لكن السيسي واقف له عمرو، برافو عمرو، برافو عمرو، ولكن برافو رشيد، لف كويس قوي بيفكر يشوط رشيد، حظك يا رشيد خبطت، وحظك عواد، وبرافو عمرو السيسي، وبرافو عمرو السيسي هو اللي قفل، هو سامسون يتحرك ويحافظ على كورته، سامسون يلعب واحده مع عبد الشافي اللي بيسند لامام، امام بيفكر يشوط من بعيد، ومن بعيد لبعيد ضربه ركنيه خبطت، خبطت. زيزو بيرفع اخر كرات الشوط، اخر كرات الوقت الاصلي، يلفها داخل منطقه الجزاء، عاليه الكره وخطره، ولكن دربكه الزمالك يحطها لاشرف رؤى ناحيه اليمين، فاضي خالص، فاضي خالص، يغير له اللعب اشرف رؤى لزيزو، استلام بيدور على حد، جاله حمزه ولكن خدها وجابها على شماله، ويلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، حسام عبد المجيد يلمس وسيد نيمار يقلش، 11 لاعب قدام حد، اشوف كام واحد قدام منطقه الجزاء، مش ممكن، مش ممكن. الكابتن رضا انما عملها حلو قوي، حمزه يلف كره عرضيه، تلف الكره مطالبه بركله جزاء، ولكن ما فيهاش، ما فيهاش، ما فيهاش، ما فيهاش، ما فيهاش. كابتن ناجي يصفر، يطلق الكابتن محمود ناجي صفيرة الداخلية على فريق نادي الزمالك بهدف سجله سمير فكري، وشوط تاني منتظر الحقيقة. وادي الكرة اللي قدام حضراتكم، لا خلاص دخل على طول، عودة ولقاء مع أحداث الشوط التاني، والآن الكلمة إلى قدامنا فيها المشهد الكابتن محمود ناجي. انطلقت أحداث الشوط التاني، الداخلية أصبح على الجانب الأيمن، واول كرات فريق الداخلية عيسى انما تتخطف منه، ترجع زملكاويه من ناحيه اليمين. الشوط الثاني منتظر ضغط زملكاوي، وادي كره عرضيه من زيزو داخل منطقه الجزاء بصدره، 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 يرجعها على طول احمد محمود، احمد زيزو يرفعها بيمينه، تقلش، تقلش، ده ايه عايز تحطها ازاي دي يا زيزو؟ عايز تلفها في الجول؟ معقول؟ رميات التماس الطويله الظاهره الجديده في الكره المصريه. ادي حمزه يلعب واحده طويله داخل المنطقه، سامسون تعدي الدنيا كلها، ولكن ابعاده، فاول، 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 فاول على حسام عبد المجيد. سيناريو يتمنى رضا شحاته، لكن فيريرا بيحاول يغير، حاول يغير الشكل. ادي كره طويله داخل منطقه الجزاء، يا سامسون، يا سامسون، مش ممكن، الكره اللي فاتت عدت جدا جدا وتعدي، يا خبر ابيض على الكره، مش معقول، مش معقول، خطوة زيادة، خطوة زيادة، سامسون، يا خبر أبيض، الزملكاوية هتجننوا، الزملكاوية هتجننوا. هنشوف، هنشوف هل للأرقام ولغة الأرقام دلالة؟ يمكن. زيزو ياخدها من ناحية اليمين ويكمل بيها لجوه، إنما تنزل لدونجا اللي بيغير اتجاه اللعب عند عبد الشافي، ياخدها عبد الشافي، خطره زملكاويه على حدود المنطقه امام، لسه بيستلم، خطره سيف، خطره سيف، كمل بيها سيف، ودربكه ما بينه وبين امام، مش معقول، مش معقول في الكره اللي فاتت، مش معقول في الكره اللي فاتت. امام طبعا زعلان، امام زعلان على الكره اللي فاتت دي، امام عاشور كمل بيها داخل منطقه 14 نقطه، دي واحده اوعى رضا السيد، 14 مواجهه مش 12، واثنين برضو اللي اتعادل فيهم، وادي غلطه من رشيد، ترجع تاني، خطره جدا، خطره جدا للزمالك، مصطفى شلبي ناحيه شمال داخل منطقه الجزاء، يلعب كره عرضيه عاليه تعدي، ولكن يبعدها عبد العزيز، يبعدها الزملكاوي. المهارات عند لعيبه نادي الزمالك اكتر، السرعات اكتر، ولكن النتيجه في مصلحه الداخليه، النتيجه في مصلحه رضا شحاته. من ناحيه الشمال مصطفى يعدي، يا سلام يا حبيبي، عرضيه خطيره جدا، ولكن سيف الجزيري قبله يطلع، قبله يطلع، هي المهاره، هي المهارة، أحد الحلول، أحد الحلول، يظهر مصطفى شلبي. البحث عن هدف تعديل النتيجة، لازعديها مرة تانية فريق الداخلية بدون خطورة، وترجع لعبد الشافي ناحية الشمال، يقف على الكرة شيف، ويرجع بها لزيزو، ومن شيفو إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، ضربة رأسية من إمام، ولكن بعيدة أمام، بعيدة وإلى خارج. رمي التماس مرة تانية لمصلحة الداخلية من ناحية شمال، سمير يعديها لنفسه، يا ولد يا سمير، ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تعدي، تعدي وتروح الناحية التانية، تطول، تطول من عبد النبي، تطول من عبد النبي، خطرة جدا الكرة اللي فاتت، خطرة جدا الكرة اللي فاتت، تدخل في منتهى القوة، فاول، خطورة الزملكاوية غير موجودة حتى الآن،
حتى الآن. ادي نقلة تانية خطيرة 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 خطيرة، محاولة ياخدها ياخدها حسين، ولكن تتقطع الكور تتقطع الكور، عبد الغني خلصها حسين. عايزين لمصلحة الزمالك في هجوم معاكس من امام عاشور ناحية الشمال، يسند على مصطفى شلبي، حضور وتواجد لسامسون داخل منطقة الجزاء هو وسيف، الكرة العرضية سامسون، يا سامسون يا سامسون يا سامسون، تعدي مش ممكن مش ممكن، ضربة الزمالك امام عاشور يسند على سامسون، يتحرك كويس سامسون وياخدها ويحطها ناحية الشمال لمصطفى شلبي، جراله حمزة هيلعبها لحمزة، يرفع بشماله حمزة بشماله يرفع واحدة انما عالية فوق عالية فوق، وضرب كرة مصطفى شلبي خدها لنفسه ولد لعيب الاوفر اوف على طول يا سامسون، يا سامسون عدت يا سامسون عدت يا سامسون، مش ممكن مش ممكن الكرة اللي فاتت، يكمل بيها عبد النبي ورايح له امام عاشور، انما يبصيها عبد النبي لسمير فكري اللي بيلف كرة عرضية يطلع عواد بالبوكس على طول. على فكرة الاثنين اللي نزلوا في فريق الداخلية فوز طويلة هتتلعب هتتلعب طويلة، هو مصطفى شلبي هو نزل بيتحرك نزل بيتحرك، حط واحدة على الأرض طويلة ناحية اليمين لزيزو قدامه عبد العزيز، محتاج يلعب العرضية زيزو يلف واحدة، إنما نجيب نجيب يردها تروح لكليتش، كرة بتحب إبعاد من سمير فكري اللي راجع وترجع الكرة للزمالك، الضغط يتواصل الهجوم يتواصل، زيزو كرة عرضية سيف الجزيري يخطف بدماغه إنما تخبط في كتفه تخبط في كتفه أو الجزيري، تتلعب طويلة باتجاه حسام لكن معاه ثلاث لعيبة تنزل على حدود منطقة الجزاء، سيف بيشوط واحدة سيف ولكن تروح في الحتة اللي واقف فيها رضا في الحته الهجوميه تحديدا نادي الزمالك، امام عاشور يكمل بيها امام ويلعب واحده لسامسون، سامسون يهيئها حلوه قوي تروح لزيزو، كره عرضيه منتظره عرضيه الناحيه الثانيه باتجاه الجزيري، ضربه راسيه خطره لكن رضا السيد رضا السيد ضربه راسيه من الجزيري وزيزو بيدور على مساحه بيدور على حته يلعب منها كره عرضيه يلف واحده داخل المنطقه خطره خبر ابيض على الكره، مش معقول بقى مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول، عدت بين الاثنين عرضيه سحره بالثلاثه كمان، ادي هوبا المسلوسي هوبا سامسون هوبا جزيري، مش ممكن مش ممكن، ادي المسلوسي هوبا الاولانيه والثانيه سامسون دخل الجول وساب الكره بره، زملكاويه من ناحيه شمال شلبي يكمل مصطفى ويلعب الكره العاليه داخل المنطقه تعدي الدنيا كلها، لكن محمد نجيب يستغل خبراته 39 سنه محمد وابعد الكره، اتاحت فرصه لدونجا في الكرة اللي وقع فيها كانت فاول على فوزي، انما رجعت مرة تانية عالية داخل المنطقة، مش شايفها امام مش شايفها امام، عدت يطلعها دونجا من وسط الملعب وتدخل محمد نجيب يخطف الكرة وماشي محمد معاه سيف جعفر، يعدي محمد نجيب فاتح ناحية الشمال كويس قوي سمير فكري، انما دونجا يغطي ويطلع الكرة إلى خارج الملعب رمي التماس، زيزو قدامه اثنين جاله جاله امام جاله امام لمسها لامام كويس قوي، هيلف الكره العرضيه امام يلفها على الايمن البعيد الناحيه الثانيه عند شلبي يسند للجزيري داخل منطقه الجزاء، تصليح على حدود المنطقه مين يقابل بقى مين يقابل، دونج عايز يشوط وتسديده جامده 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 ورايحه باتجاه المرمى انما تعدي، قتال من عناصر الفريق الداخليه من بعد الهدف الحقيقه من بعد الهدف، سيف يلعب واحدة لزيزو ناحية اليمين يلف كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتدور بتدور ياخدها الجزيري ولكن يطلع الدفاع في آخر لحظة، تنزل لدونجا يلمسها كويس قوي لسيف جعفر اللي بيحطها لزيزو على حدود المنطقة قدامه كليتشي قدامه كليتشي يعدي منه زيزو ويلف كرة عرضية داخل منطقة الجزاء خطرة خبر أبيض على الكورة يا رضا سيد، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول، فرصة كبيرة جدا ورد فعل أكثر من ممتاز من رضا السيد في الكرة اللي فاتت، طويلة باتجاه منطقة جزاء فريق الداخلية مطالبة بلمسة يد مطالبة بلمسة يد مطالبة بلمسة اللي بتتعاد قدام حضراتكم اللي بتتعاد قدام حضراتكم فين؟ مش باينة من هنا، نشوفها من هنا طيب. جماهير بتنادي جمهور نادي الزمالك في المدرجات بينادي واحد اثنين الفار راح فين؟ موجود حسام يحط الكرة ناحية الشمال لشلبي اللي بيسند على حمزة حمزه هيسقط داخل المنطقه انما نجيب وتعلى الكره سامسون خطره جدا يا خبر ابيض على الكره مش معقول مباراه الفرص الضايعه من سامسون وسيف خرجت الكره الى خارج الملعب حط الكره انزل يا راجل يا سامسون يا سامسون انما رضا حط ايده بيقول له اقع بيقول له اقع داخل منطقتك اي اداله واحده جامده انت عايز تدي كره عاليه هوبا الزمالك يتعادل عبد الغني عبد الغني يصحح اوضاع الزمالك في الدقيقه 95 في الدقيقه 95 الكره العرضيه تتلعب داخل منطقه الجزاء والزمالك يصحح الاوضاع ويعود مره اخرى الى حاله التعادل ويشعل حماس الجمهور الموجود في ملعب من عبد الغني هو عبد الغني هو عبد الغني هو عبد الغني سامسون جاب الكره وراجع انما عبد الغني اللي حاططها حلوه قوي جول 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 جول
في الدقيقة 95، انتظر الزمالك 95 دقيقة لحد ما عدل النتيجة، وبرضه من الكرات الثابتة، وبرضه من الكرات الثابتة، ترجع ورا العواد. من سيناريو مجنون، من سيناريو مجنون، لكن الكابتن محمود ناجي يصفر وينهي أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي، مباراة